مرحبا بالناس الكل اللي خلطت علينا توا. كنتوا تسمعوا في العازفات لموني اللي غروا مني، مازلنا معاكم نحنا نوانسوا فيكم حتى للحداش متاع صباح. تحية كبيرة للناس الكل اللي خلطت علينا توا، قاعدين يسمعوا فينا على الفريكونس متاعنا ولا على الغاديو ميتونيزي.com. وقايت باش نعطيكم فكرة على حالة الطقس متاع اليوم. ميتيو لك نعطيكم فكرة على حالة الطقس لليوم الأربعاء 31 أوت 2022، آخر نهار اليوم في أوت. باش يكون الطقس مغيم شوية على البلاد الكل، الريحة تكون خفيفة فمعتدلة، ودرجة الحرارة من 31 لـ 37 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و42 درجة في بقية الأماكن. نعطيكم فكرة على درجة الحرارة في بعض الولايات، في تونس 34 درجة، نابلوزا غوين 31 درجة، سوسة 33 درجة، كيف كيف زيد المنستير 32 درجة، صفاقس 33 درجة، وفي توزر توصل حتى 35 درجة، إذا حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. ولكن هذه فكرة على درجات الحرارة وطقس اليوم أون جينيرال. نحن راجعين معكم بعد شوية في بوان دو بخي.